جات المناسبه اليوم ان شاء الله باش جيت شفت صحابي يلعبوا فارس. هذه فريق تاعي وهذا هو اللي رباني خيرو كما يقول لك سابق عليا بزاف. اليوم جات مناسبه باش نجي نشوف الماتش ضد جمعيه بن عفلون. كما يقول لك هذه ابسط الامور. فيما يخص سؤال الانصار يعطيهم الصحه، دائما كانوا سند ليا، ممكن راني نلعب في تونس ولا في الكرناسيونال توجور كانوا سند ليا. نتمنى اليوم ان شاء الله نفوزوا بالمباراه ونديو لي 3 بوان ان شاء الله. بون كقدوه ما نقدرش نقول قدوه باسكو كاين لي جوار بزاف لي اكسبيريمونتي في مسرح حسين داي. كاين لي جوار كاع يعرفوا يلعبوا. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا اليوم دوزيام ميطو ان شاء الله يعطيو افو ان شاء الله ونربحوا الماتش ان شاء الله. بون الموسم هذا ان شاء الله نتمناو الصعود. الناس كاع تلافوا على الفريق كانصار ومام لاعبين ثاني كاع كاين لاكاليتي ان شاء الله يتلاحموا كاع كيما رانا ان شاء الله. وان شاء الله في نهايه الموسم الصعود والعوده للمكان اللي لازم تكون فيها مسرح حسين داي. السلام عليكم، تحيه لكم وكاع الجمهور الرياضي. الحمد لله اليوم شفنا ماتش كان بزاف فيه لي ديوال. نعرفوا بلي الايكيب تاع الملاحه درسناها بيان توت لا سيمان. انا نقول فيليسيتاسيون لي جوار ابليكاو كاع واش خدمنا في لونطرالمون، درنا لي سيونس فيديو. الحمد لله عندنا اون ايكيب، ما تنساوش بلي عندنا اون ايكيب جون لي تعاود نقول لك جوديري 85%. عندي دي جوان الداخل اللي راهم بريمير اني سينيور وكان اللي مازالهم سبور راهم يبدو كلش. عندي دي جوان ثاني اكسبيريمونتي. الحمد لله قدرنا نديروا ان بون جروب هو اللي فروي اللي راهم اللي شفتوهم اليوم. نقول لك بلي الفريق تاع الملاحه تري بون ايكيب افيك ان اونترينور شوفروني مسي بوفنارا اللي حبيبي وخويا. سيتي ان ماتش تاكتيك. نقولوا بلي لي بريمير 20 مينوت ما دخلناش مليح، كنا اون بلاس، كنا نشوفوا في لادفيرسير. لي 25 مينوت دوزيام 25 مينوت قدرنا نماركيو، الحمد لله قدرنا نسجلوا هدف رائع. ما سجلنا الهدف الثاني نعاودوا نشوفوه العشيه، نعاودوا نشوفوه. انا ليا بالنسبه ليا بيت فالاب. دوزيام ميطون جريناها مليح، الحمد لله قدرنا نسجلوا الهدف الثاني. والحمد لله جي الفرحه وين زادت مليح. الله سوري لو غاتو كما يقولوا. سكي كملنا الماتش اديس، لي جوا تاع لي شونجمون دار جابوا لنا دفع كبير يعني. والحمد لله قدرنا ما نرتكبوش اخطاء، كملنا الماتش. شنو الفيكتوار نقول لك الفيكتوار
ميريتي وانتم كنتوا كاع الماتش بلا ما ندي ميريتي استادير نقولوا ليكيب تاع لو سانديلي تكون عندها كلمه تاعها من بعد بالدعم تاع الجمهور تاعها. وحنا الحمد لله باش نقول لك بلي ماشي ساهل باش سمانا كاع توجد لي جوار تاعك عباك بلي تلعب كونتي ليكيب تاع النهد بالجمهور تاعها. احنا ما عندناش يعني بزاف الجمهور عندنا غير المحبين تاعنا اللي راهم يدعموا فينا والاداره. نشكر كاع الجماعه اللي راهم معانا ستاف تكنيك ميديكال لي جوار تاعنا نقول لهم يعطيكم الصحه بزاف. سي ميريتيو مربوحه والله ميريتيو صافي مبروك عليك لا مبروك باسكو انا نقول لك انا انا نحب الفوتبول الفوتبول نحب الفوتبول مليح تاع التربيه الاخلاق ما نحبش السبان نقول لك انا هذه فرحت وي ماما رضا يسبوا لك الباك ونقولوا ربي يهدينا ويهديكم. قلت لهم كل حاجه الام والله غير عزيزه بزاف والله تستاهل الربحه تاع اليوم. معليش نقول لك بالشفاء العاجل مبروك عليك. اسمحوا لي بزاف من القلب ما خديتش وجد روحي بدل نحبس فوتبول غير عجل هادي نحب فوتبول بزاف ملي زدت قريت فوتبول عاد فوتبول فونيفو نخدم في ليزيكيب لي يحبوا التربيه. نقول لهم ربي يهديكم واش عاد نقول لك لهم شوف كيف قاعدين جاي بكا لا تسبلوا لي مباها بذاك شغل رانا مسلمين يا خو والله غير مسلمين سبوا سيبورتي نعجبوني لي جون مساكن جاو طبعوا لي كيب تاعهم فون هكذا كونتين كيب اللي ما عندناش بزاف لي سيبورتير مي حنا الفوتبول بينا بلي فوتبول مليح صفق علينا كفار كي خلاص الماتش يسبوا كافر ما يسبش الام ما يسبش الرب ما يسبش الدين حنا نديروا كاع هاد الامورات والله غير الشعب نقول لك بوفر فوتبول والله غير ما نمسح لازم حنا ثاني نمدوا رساله والله غير مديت رساله من القلب سمحوا لي ما يقولش ماشي ضعف هذا والله ما ضعف اللي كي ولاد فيه ما ضعف الله غالب والله ما ضعيف انا قوي انا عفوني بلي قوي ما عندي غاشي ما ونمسح عندي ندير كروماش ونربح والحمد لله بعطيهم الصحه لي ما فيش اللي مربوح عليا يعطيكم الصحه والله ربي يحفظك والله غير على غاتني نقادر بزاف ناس لو ساندي ام عندي بزاف صحابي شوف ستاف الناس اللي جوات والله اللي جوات بزاف يسلموا والله غير انا خاوه دوك انا نقول لازم يطلع المستوى اللي تينا بصح لازم نشوفوا الفون اروح شان انت وماك نقول زيد نقول لك عشرة تري ماشي لي جون والله هذوك اللي مني والله غير الناس كبار ناس كبار عيب انا قلت لهم بك ما انا ما نهضرش مع اللي دبر راسك بصح قلت لك لا عندك امك عزيزه ما تسبش واحد كيقول لك هايده نورمالمون خلاص ربي يهديك ربي يجيبك يعطيكم الصحه باردون شنو نقول لك الحمد لله نهني جميع اللاعبين والطاقم الفني الاداري الجماعه اللي حضروا ساندونا على لي 3 بوان سيتي ان ماتش ديربي كيما على بالكم ماتش ديربي يتلعب على جزئيات صغار حنا الحمد لله لي جوار ايزون تو في الحمد لله ونابليكي لي كونسين تاع المدرب ونخدمنا بوندون توت لا سمان على لي بوان فور لي بوان فيبل تاع ليكيب ادفيرس الحمد لله لي جوار اجوردي ايزون بروفي بلي ديبي دو سيزون هذا اللي درناها تما ميم الريزولتا اللي درناه مع مستغانم اون لا كونفيرمي اوجوردي تما حنا لا فيكتوار تاع مستغانم ما سرقناهاش ولا فيكتوار تاع اليوم ما سرقناهاش وين الناس كاع شافت بلي اون راتي بوكو دو بيت كنا قادرين نربحوا بنتيجه اتقل مي الحمد لله بلوز امبورتون سي لي 3 بوان مازال عندنا دوتر ماتش افينير ان شاء الله نكملوا بهذا النسق والحمد لله كثر ربي على الانطلاقه هذه ان شاء الله نزيدوا نديروا ماتش ان شاء الله. واش نقول لك لو كان دوك نبدا نهضر على التحكيم تسمع شاك سيمانه انا نشوفوا بلي كاين اخطاء تحكيميه انا الحكم اللي نعرفه تسمى على كل حال انا جميريت با الكارتون روج هذاك واحد يقول صح جميريت با الكارتون روج ميم لا سيمين باسي
on a subi tani pression ma'ad les arbitres والحمد لله خرجنا بلي 3 بوين مي جوسكا كون كملوا هكذايا انا ماذا بيا اخويا لي يستاهل يا خويا كان استاهل بطاقه حمراء اخويا نخرج نورمال صح او مو ميريتي مام كيكون ريزولتا ان اوتر فافور اخويا انا نستاهل نربح الماتش فو با نسخنوا الماتش باش ليكيب ادفيرس تعاود تولي ولا على باش تنفلونسي على لو سكور انا نطلب ان شاء الله تحكي مع ديال السجن في الجولات المقبله سيرتو حنا مع نجم العكنون اللي رانا شاك ماتش رانا نتمنى حنا مع نعم ما نقولوش مستهدف مي حنا راني قلت لك حنا كي تكون حاجه ميريتي والله واحد ما يهضر حتى كان سوا جوار ولا ديريجون ولا ستاف واحد ما يهضر مي كي تكون ظلم هكذا في وجهك باسكو نجم العكنون خويا ان شاء الله نشوفوا الحاجه هذه ان شاء الله يتقدموا فيها هذا ما كان خير الاهم في المباراه والله اول شيء نشكر بزاف اللاعبين الطاقم الفني اللي حضروا بيا الديربي هذا الحمد لله اليوم الحمد لله كانوا ملاح فوق أرضية الميدان مع كل احترامي للفريق نصر حسين داي فريق كبير ولكن اليوم اللاعبين تاعنا كانوا في يومهم والحمد لله الفوز هذا راح يخلينا كما نقول لك نزيدوا نحضروا بيان للمواجهة القادمة كذلك ترانا في البيبي تاع البطوله هذه الحمد لله عندنا فرقه الله يبارك ما شاء الله ربي بعد علينا العين ولكن النقطه السلبيه اليوم ربما ما حبيتش نهضر عليها ولكن التحكيم اليوم ان شاء الله نتمنى وما يكونش كيما نقول لك غلطات كيما هكذا باسكو كاين فرق راهي كيما نقول لك من البيبي تاع الشامبيونه وهي تخدم كيما نقول لك يديروا تربصات ماشي مليح واحد ياكل لهم حقهم سواء الفريق نجم بن عفنون ولا اي فريق في القسم الثاني ولا في البطوله تاعنا هذه ان شاء الله نتمنى التحكيم يكون كما قلت في مستوى شفنا كما قلت مقابلات اللي رايت تلعب بالفار رايت كما قلت بدات تعطي حقها الحمد لله شفنا كل فريق رايت تدي في حقها في البطوله والحمد لله اليوم البطوله تاعنا شفنا فيها تطور شفنا كما قلت في الاستاد الله يبارك انا نشوفوا كيما نقول لك مقابلات في القمه شفنا الماتش تاع مولودية العاصمه مع شبيبات القبائل صافي بليزير شفنا كيما نقول لك الانصار تاع شبيبات القبائل تاع مولودية الحمد لله شفنا روح رياضيه وشفنا فوتبول شباب نتمنى اللي ماتش تاعنا كاع يفوتوا كيما نقول لك على نفس المقابله تاع الكلاسيكو تاع مولودية وشبيبات القبائل وان شاء الله كل واحد كيما نقول لك يدي حقه الحمد لله احنا غانا رايحين الفريق تاعنا رايح ماتش باك ماتش وان شاء الله كيما نقول لك نلحقوا الاوبجيكتيف تاعنا احنا والله هذه كان نقطه سلبيه اليوم دوك انا ما نتهمش انصار حسين داي كاين اللي فيهم متربيين كاين حضاريين كيما نقول لك انصار حسين داي ربما الفئه اللي كانت في التريبيل هذه هي اللي كانت تكسب فيه وانا شخصيا تحدثت مع يماه كيما نقول لك مريضه ان شاء الله بالمناسبه هذه نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله وربي شافيها ان شاء الله نتمنوا هذه تاع السب تاع الامهات ان شاء الله سبوا هو دوك ما تسبش الام راهي عزيزه على كل اي شخص سواء مناصر شوف سواء الام عزيزه الام سواء على المناصر ولا لاعب ولا صحفي ولا مدرب ولا اي واحد الام عزيزه نتمنوا ما نزيدوش نشوفوا اللقطات هذه ما هي الا مباراه خلاص فاز بها بن عكنون ولا فاز مصر حسين جاي ولا فاز اي فريق مباراه وخلاصت يعني نتمنى ان شاء الله ما نزيدوش نشوفوا النقطه السلبيه هذه تاع واش نقول لك الاصابه تاعي تلقيتها في المقابله تاع الابيض سوري ما استعنا في الشامبيون دوك يوم الطاقم الطبي عطاني نحن 21 يوم ان شاء الله نكون واجد نواصل ان شاء الله الجميع ان شاء الله الحمد لله وين كانت النتيجه ثانيه ايجابيه بعد ما حقنا الفوز على مستغانم خارج الميدان خدمنا طول سمعنا واليوم حقنا الفوز والقادم افضل ان شاء الله سعود ما نقدرش نحكي عليه دوكا مازال 3 ماتش برك حنا نروحوا ماتش بار ماتش واللي ما لا سعود ان شاء الله الحمد لله كنا اديسكم من الماتش مي الاراده تاع اللاعبين
وكاع الستاف والاداره وكلش الحمد لله كملنا الماتش وربحنا الحمد لله يا ربي. عندنا ولكن ما قدرناش نسجلوا، سجلوا علينا هدف نقدر نقول شويه فيه الحظ، والهدف الثاني هفوه من عند اللاعب تاعنا ولينا بقوه قدمنا نسجلوا ضربه جزاء وكانت عندنا عده يعني فرص ما قدرناش نسجلوهم. هذه هي كره القدم، الخصم نقولوا له مبروك اليوم عليها ثلاث نقاط وحنا هذه كثالث مقابله ان شاء الله الاحسن يكون في المقابلات الجايه. إيه رانا فيه مقابلة الأولى درنا تعادل مع ديربي وفزنا بمقابلة واليوم خارج نقول خارج ديار، ولكن اليوم لي سيبورتير تاعنا نقول لعبنا في الديار تاعنا ضيعنا ثلاث نقاط. وقلت لك المقابلة اللي جايين راح يكونوا صعاب وحنا راح نوجدوا لكل مقابلة باش نكونوا أحسن من ناحية الترتيب، لأن لو كان نخليه يعني الفرق يكون كبير راح تصعب لنا، ولكن قلت لك عندنا لاعبين ذو خبرة اللي راح نتجاوز هذه المرحلة هذه وإن شاء الله نفوزوا في المقابلة اللي جاية. إن شاء الله الأربيتراج تاعنا ما نقولش يعني الأخطاء ولا لي بيتيت ماركا ولا اليوم زوج أهداف تاع الفريق يعني صحاح ما مش يعني الخطا ما كانش خطا، ولكن سجلوا هدفين ما نهدرش عليهم، ولكن الحكام كحكام في المقابله ككل لازم نعرفوا نجيريو لي رونكونتر. هكذا فريق كبير الناد ولا القبه ولا الكنون ولا الفرق الاخرى باش نعرفوا الحكام لي بروفيل تاع الحكام يجي، وكما اليوم كان يعني غاشي كبير وكان مقابله حماسيه عرفوا الناس. وكان نقول لك واش قال لي يعني قول لي كاتريام اربيت درك ما عندوش اكسبيريونس الله غالب، ومن بعد يقول لك انتم ظلمتوا. ما نظلموش نهضروا على حقنا ما نهضروش حوايج ماشي ملاح، ولكن كي تكون مقابله كيما هذه نحبوا حكام عندهم شويه خبره وعندهم باش يكونوا يعرفوا يمشيوا المقابلات كيما هذه.